قبل يومين قامت السلطات الفرنسية باعتقال الدكتورة أيقونة فلسطين الدكتورة مريم أبو داءة، برغم أنه هي اللي أعطتها دعوة بالزيارة وأخذتها من القدس. يعني أنا مستغربة أنه كيف هي بتعطيها دعوة وكيف بيتم اعتقالها. تم اعتقال الدكتورة مريم مجرد وصولها إلى فرنسا، رغم أنه هي كانت طالعة في جولة ميدانية. الهدف من هذه الجولة هي تسليط الضوء على المرأة الفلسطينية المهمشة، المرأة الفلسطينية اللي بتعيش الأوضاع الصعبة، المرأة الفلسطينية اللي بتعيش أوضاع اقتصادية سياسية، بتعيش تحت الاحتلال، المرأة الفلسطينية اللي رغم كل شيء هي لازالت عندها القدرة على العطاء، اللي هي رغم احتياجها للدعم والمساندة إلا أنها عندها القدرة على البناء، عندها القدرة على العطاء. حاولت الدكتورة مريم أنه هي تسلط الضوء كرسالة منها عن نساء فلسطين، نساء فلسطين المتميزات، المتميزات بصمودهم، المتميزات بعطائهم، المتميزات بقدرتهم على التحمل. فبالتالي حاولت هي أنه تسلط الضوء للعالم كله أنه قديش هذه المرأة اللي بتعاني، قديش هذه المرأة اللي هي لكنها لا زالت صامدة رغم معاناتها اقتصاديا سياسيا في ظل أوضاع صعبة، إلا أنها لا زالت لحتى الآن صامدة ولحتى الآن بتوصل للعالم قديش أنه إحنا لازال عندنا قدرة على العطاء، قدرة على المواصلة، قدرة على ورغم ذلك يعني أنه حتى أنه هي يعني طلعت برسالة سامية جدا، إلا أنه تم اعتقالها من السلطات الفرنسية، حتى أنه هي كمان وضعت تحت الإقامة الإجبارية خاصة في ظل الأوضاع اللي بنعيشها اليوم في قطاع غزة. وهذا يعني أنا مستغربة جدا أنه كيف أنه فرنسا يعني دولة تتحدث عن احترام الحريات وفي نفس الوقت أنه هي بتصادر الحريات.